هذه كان تعباب الله يرحمه شراها على أولاد الحاج تاريخ تحت على القهوة الناس اللي يحكي 120 سنة عقدر ولي بتسمى لي يقول لك ابنها مسؤول فرنسي كانت ريزيدونس ديال البرنس فيليب هو اللي كان ساكن هنا كيجي من فرنسا عنده هاد لا ريزيدونس هادي شوف البنيان الارشيتكتور تاعها كيفاش عندها دخله منا عندها دخله مقابلاتك من تحت وعندها منا تسمع عندها اللي كات ترونطري عندها كاين هنا في الجي بزاف هو اللي بنى لي بلاصه هذا ميم في فرنسا عنده اسم كيف كيف هكذا رو دي مالاكوف في باريس كاين في سانتوجان بصح هادي نو خلاو الاسم بصح ما تقدرش تبدل الاسم تاع مالاكوف ما ميبدلوه يبقى مالاكوف في مالاكوف كافي مالاكوف ما يتبدل والو فيها ومالاكوف تقعد توجور رمز رمز تقعد رمز في القصبة هنا سيتي روبير تاع القصبة كانت الريه تاع انت على القصبة صحاب القصبة كامل يجوا لهنا خاطش كانت هذه هي القهوة الوحيدة اللي كانت في العاصمة تاع الجزائر يجي المالاكوف جا القصبة هذه هي لازم تجوز شرب حاجة باش تروح تفيزيتي القصبة كانوا فنانين جازوا منا كان جاز منا الحاج بوجمال عنقيس جاز منا خليفة بالقاسم جاز الحاج منور جازوا الشيخ كامل القدم كامل جازوا من هاد القهوة هذه ما كانش شيخ اللي ما جاش كانت قهوة الفنانين يعني فنانين قاعد يدوروا هنايا من كل فنان يجي هنا كانوا يجوا من الشرق من عنابة من تونس من قسنطينة معروفة تروح لوهران تقول لهم قهوة تقول لهم انا من الجزائر يقول لك لا تعرف قهوة مالك ما جا العنقة حاج محمد العنقة كي جا لنا العنقة يعني جات يعني شهر بنت شراها الحاج محمد القهوه في حوالي الحرب العالميه الثانيه كان هو السبه اللي كان اللي باش ولات قهوه تاع شعبي في الاول كانت قهوه اندلسيه من بعد ولات قهوه شعبيه وشكون اللي حب يقول لي اللي دار لها الشهره ودار هو الحاج محمد العنقه الله يرحمه برحمه الله. قهوه مالاكوف مربوطه بالحاج محمد العنقه لليوم من عليك. لليوم من عليك شوف وراك رايح قهوه العنقه. وراك رايح قهوه العنقه. ما معروفه بالعنقه. كي تقول شعبي العنقه كي تقول العنقه شعبي. كنت نجي لهنا القهوه نصيب الشيخ قاعد هنا كان بلاصتو ليه في العوينه هذيك يقعد تما يحب يقعد تما. خاطر شي بوان استراتيجي كيقابل الطريق منا ويقابل منا كنا نجو نتعلموا عليه كي يكون يتكلم نسمعوا له واش راه يقول ساعات نلقى عليه سؤال نقول له يا شيخ هذيك القصيده هذيك ما فهمتش المعنى ديالها واش يحب يقول يفسر لنا الكلام يعطينا المعنى قلنا هاي المعنى ديالها هاي هذه هي نقراو عليه شويه تاريخ وماشي غير انا كاين بزاف الناس اللي يجوا يسقسيوه ويتكلم حاسون كانت مدرسه الحاج محمد العنقه يعني كان ولا يقعد هنا في العوينه يجوا الفنانين وجمال عنقيس قروابي كيما حسن سعيد كيما الشيخ عمار مكراجي قعد مع العنقه حتى مات وقعد هنا حتى مات هو هنا في القهوه هذه وكاع احبابه كانوا يدوموا معاه هنايا كانوا الشيوخ هذوك غير هذوك اللي يهضر معاهم هما الباقي تيبقوا قاعد وحده قاعد وحده هكذا حاكم هكذا وين قاعد سلام وسلام واحد ما يقصر معاه روبير تاع شعبي هنا يتلاقاو كاع صحاب الشعبي كانوا بكا بلي يغنيو بالصناع بكلش يجوا هنا يتلاقاو ويقصروا كدا ولاو يجوا الناس يحكموا العرس كانوا العرس هنا الرونديفو يجي لهنا يسقسي على فلان الشيخ اللي يحب يقولوه له يعني يعربنو يعطيلو لي ماركيه من الا ما كانش الشيخ كيما نقولوا حنايا جاو يحوسوا على قروابي وما كانش قروابي
واحد منهم موسيقي هو ياخد. ولما كيما نقولوا حنا العنقة كان عنده عرس يجي باش ياخد عليه عرس ويصيبوا كومبلي في العرس. العنقة هو يقولوا دي فلان ولا دي فلان. ما يخبرش في رمضان كاين الحفالي كاين كيما نقولوا الأميري يدير الحفالي فهم كيف؟ هلو رجوا هنا يسقاوا أمور الفطور ومنا يروحوا كل واحد وين يخدم حفلاته، واحد في شراقة، واحد في فورلو، كل واحد وين يخدموا للشعب هكذا وفلان في بليك. وشنو كيكون ما كان والو يقص عندهم لاريير بوتيك هنا يدخلوا يوطروا بيناتهم هكذا يقصروا كل واحد واش يقول كل واحد واش لا. حنا صار نصمتوا كانوا كيديروا مثلا حفلات ولا حب يقول كي توصل شهر تاع رمضان هكذا قصرات يجوا من كل جهه، يجوا من بير خادم، يجوا من بوزريعه، يجوا من كل جهه يجوا يسهروا لهنا. كي تقسم على الموندول طن دبانه تسمع الدور كاع نسكتوا سكات ما كاش ما تكون تحكي تكوبي الهضره. تيها عنا بجفاها سلب العقل مني راها غنهاها طول عداها على هواها غنهاها طول عداها على هواها بهواها الده يدهاني وانت قلبي بحبها بعد ما كان سموت ما صمتي ذاتها ولو دت دول جراحي التابتة طعنت الشفار رحت واتك اش سببي يوم التقات العادي بيوت عشقي في خنقته يا درا في العهد تبقى ثابته فقت بجمالها حياتك راح تروحي الصيلة عن بدر المنعوت عيون سود من لا يهوى قلبي دعبت أسباب لعتي شافت نقلتها شفرض ما دوري اللي تشوف هذوك تصور هذوك الجمال اللي قلت لها شو تعبي ايه ولي شو هذا شكون هو؟ محمد الحراشي محمد حمان هذا حمان وهذا ماشي العشاب خوه الاخضر الاخضر الله يرحمه هذا انت وهذا محمد هذا محمد ياه صح هون في فرنسا هذه شحال عندها التصوير هذه كيما نقول انا البارح درك زمان زمان الناس اللي كانوا في ذاك الزمان راحوا حنا بقينا دينا عليهم حبي يقول ريحه كيفاش كانوا كيفاش كذا ماذا بينا حنا نكونوا في هذاك المستوى اللي كانوا فيه هذوك الناس هذوك ولكن يوم اليوم ضعفت الحاله كل واحد الناس لا تهب بمشاكل ولا كذا كل واحد وين فهمت تسمى ضعضعنا كما يقول المثل الشعبي تقطع البندير وتفرقوا لمدادها هكذا كسرت لنا دوك كي نجي القهوه يعني تسمى ما تقدرش تفكر كي زمان على خاطر كاع ماتوا فهمت ومام الفنانين تفرقوا فهمت كل واحد وين راح كل واحد وين خدا مضرب تاعو ايام الضربه كاع من لي زوبرمو تاع التيروريست حتى هنا يا اخي رموا علينا كرونات هنا هنا ما توجد شيوخ هنا في القهوه مالاكوف تسمى شويه برسك حبوا ينساوها وحنا ما نخليوهاش باش ينساوها توجور تقعد مراقب وهكذاك انا من داك نخدموا ليالي من داك كذا يتلاقاو الناس هنايا الحمد لله
يجونا ناس ما شاء الله ولا في الحومه ولا ما من ناس الحومه هنا ترونكيل يجيك ضيفي قدروك الحمد لله نسمحهم كي يهضروا نسقسيهم يرجعوا يفهموني هاي كيفاش تخدم هاو كيفاش كانوا يجوا الناس هاو فلان هاو فلان هاو فلان هذه هي كاين ناس هنا رجال اللي الحمد لله اللي نسقسيهم انا اللي تعلمت بهم جاد عمي مسعود الله يرحمه ومات بابت بو بكر هاو شرى القهوه كي جا القهوه يعني وليدو فهمنا قلنا له كنت نحي صويره تاع العنقة راحت القهوه يعني فهمت كيف دير واش دير غير خليها قهوه العنقة قال لك لا انا تقعد قهوه العنقة وبدا بالعقل هو اللي دار التصاور عنده هو اللي عاود زوقها يعني بارك الله فيه عاود حياها مازالها قهوه مالاكوف كيما زمان قهوه العنقة قهوه العنقة اما رايحين كاع يعاودوا يدير لما يعاودوا كل فنانين يعاودوا كل يرجعوا لهنايا كيما زمان نتمنى ان شاء الله تقعد في هذا الطابع تاعها وان شاء الله اللي راهم شويه جابدين يعاودوا يولوا نتلموا نعاودوا نحيوها ان شاء الله ونردوا لها القمه اللي كانت فيها باذن الله بربي ان شاء الله عيون سود من لي هوا قلبي دعبت عيون سود من لي هوا قلبي دعبت أسباب لعتي شافت نقلتها شفرضت بجنتها أرضت بجنتها كيف من جابين في الجل عيون بعجة كيف من جابين العيون جفانها غلبة جفاني تظهر جفان كثرة غنكي كل أخوت العقول اشتاتا من صفاح من جنات ورود نبتة خلوا فدان شقيقياتي بهم نوض خدها صفا من الياقوت عشقي في خلتا يضرى في العهد تبقى ثابتة فقت بجمالها حياتي راح تروحي الصينة عند الظل المنعوم